انا بسجل خرائط الروسي بسعر الشام بتاع النهارده. انا بسمع في الشام النهارده 10 ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الغالي عندنا ببلاش، ده شعارها اللي ماشي عليه. انا بمزجك النهارده بامر الله 6 حتت خرائط الروسي، 4 لتر ودكرين بسعر الشام. يعني بدل ما هتقعد تهجن في الشام سنه عشان توصل للمرحله دي وتوصل للهجين القبرصي وتوصل تهجن في الشام سنه عشان توصل لحد، لا انا بسجل خرائط الروسي بسعر الشام بتاع النهارده. انا بسمع في الشام النهارده 10 و 12 والكلام دوت، لا انا بمسكك خريطه وبصي عالي عند اي حد بيدعي عليه وبصي بسعر الشامي. يعني بدل ما تقعد سنه تهجن عشان توصل للمرحله دي، لا انا بوفر عليك تعب سنه، بدخلك السلم من النص عشان ما تبتديش من اوله من الشام، لا بمسكك السلم من النص من البسطه اللي في النص عشان يبقى طلوعك البسطه اللي فوق اسهل. ادي اول حته معانا اهي، بسم الله ما شاء الله، 4 5 6 حتت، 6 حتت ب60,000، 4 لتر ودكرين ب60,000 نهائي. لا ليه علاقة بالمواصلات ولا ليه علاقة بانت جاي منين، حضرتك تيجي على راسي، ده بيت اخوك وواجبك فوق راسي وتاخده من عيني، بس السعر نهائي. بسم الله ما شاء الله، 60,000، عايز تاخد 3 تاخد 4 تاخد 5، عيني ليك. اقل حاجة هتاخد 3 حتت، اقل حاجة ان 2 وذكر، هتيجي اقل حاجة ان 2 وذكر. العرض كله 6 حتت ب60,000، ان 2 وذكر ب30,000، او 2 وذكر ب30,000، الست حتت ب60,000 سعر نهائي، مفيش خساره فيه. بسعر الشام بتاع النهارده، ادي اول حته معايا ايه؟ هقول لك عند اي حد بيجي بروسي، دي سنها قافله جديد، درع شغال تمام ما شاء الله، المعزه خشنه ما شاء الله، ادي اول حته معايا، عند اي حد يقول لك دي كده وبروسي، لا يا عم عندنا خليط. الثانيه ايه؟ وبروسي باكستان بتكسر في 4، لسه بتكسر فيهم، لسه بتكسر فيهم، بسم الله ما شاء الله اهي. اهي العكفه، العكفه، الود المفروده، الشعره، بسم الله ما شاء الله، المعده خشنه ما شاء الله، ادي الثانيه معايا ايه؟ الثالثه ربيعيه ايه؟ دي ربيعيه، ما كسرتش ولا سنه، العكفه، قرع شرعي، الود، دي ده الحته معايا ايه؟ بسم الله ما شاء الله، وفي اخوها موجود، اخوها اهو، ده اخوها، بسم الله ما شاء الله، قرع شرعي، العكفه، الود المفروضة فوق 50 سنتي، ده اخوها اهو بسم الله ما شاء الله، دي رابع حتة. الخمسة اهي، جدي ما شاء الله لبانة، ده لبانة. العكفة اهي ما شاء الله، يعني بطلوها ممتاز بأمر الله. دي كده اهو، ده كده ايه؟ خامس حتة. سادس حتة ايه؟ اللون الدبس المميز، بتكسر في 4 برضه. بتكسر في 4 اهي، الود المفروضة اللون الدبسي، 6 حتت خليط وبص 4 لتيات وذكرين ب60,000، عايز تيجي تاخد 3 ب30,000 30 وذكر، عيني ليك. السعر النهائي بسم الله ما شاء الله، الشغل كله واحد طبيعه، الشغل كله بسم الله ما شاء الله واحد طبيعه. الغالي عندنا ببلاش، الغالي عندنا ببلاش، بسم الله ما شاء الله، الغالي عندنا ببلاش، وربنا يرزق الجميع من فضله ويبارك كعدد شعرهم لسحب النصيب. بسم الله ما شاء الله، اهو شغلنا كله اهو على النور، اهو اهو. والسلام عليكم.